كل المحافظات العراقية تفتقد لأبسط متطلبات العيش، الفقر والجوع والأمراض تفتك بأهلها والبطالة مستشرية بينهم، إلا أن واقع الحال يؤكد أن المحافظات المحررة تعيش واقعا مأساويا بعد خروج الإرهابيين منها في الحرب التي شنت ضدهم والتي أتت على الأخضر واليابس، فلا شيء هناك يبعث على الأمل بالحياة. أهالي محافظة الأنبار طالبوا الحكومة بتحسين واقعهم أسوة بالمحافظات التي اجتاحتها الاحتجاجات، مطالبين بضرورة صرف تعويض دورهم التي تدمرت جراء الإرهاب. نحن في محافظة الأنبار لدينا مطالب، وطالب ليس الماء والمجاري والشوارع وكذا والإنارة، نحن لدينا مطالب، عندنا شهداء وعندنا جرحى وعندنا تهديم دور فأدت إلى تشرد أصحابها لعدم استطاعة إعادة الدار، ولم توجد تعويضات لهؤلاء الأشخاص الفقراء، ونحن نطالب بالتعويضات للشهداء والجرحى وتعويضات الدور والمحلات التي تهدمت والتي تم تخريبها من قبل عصابات داعش. فإحنا مطالبنا مشروع، يعني مطالبنا مطالب أي محافظات الجنوبية مثل بغداد وغير بغداد، يعني مطالبنا مشروعة. أما عندنا بطالة، هم يعني لا تعيينات لا خدمات، كل شيء ماكو. فاحنا يعني نطالب يعني من الحكومة المركزية ولا المحلية، لا تحلوا تربط، نطالب من الحكومة المركزية يقولون صورة حال، يعني احنا حالنا بقيت المحافظة من غير ما نطلع، يعني مطالبنا مشروع من غير ما نطلع لا مظاهرات ولا نسوي، يقول على قولتهم يسوون زعزعة، لا ماكو، احنا حالنا حال البقية. آخرون قالوا أن أوضاع المدن المحررة مزرية ويزيد من مأساتها البيوت المهدمة والعائلات التي تفتقد للمعيل والمهجرين. اكيد ان مطالب مثل بقيه المحافظات، احنا نطالب بمطالبنا وان حقوقنا، يعني مطالب المحافظات، حالنا حال المحافظات، خلي يشوفون وضع بغداد، يعني هسه شوفوا وضع بغداد شلون، واحنا الحمد لله وشكر. بس لجنه التعويضات بالنسبه للتعويضات والله بس المسؤولين استلموا والمهجوم بيته والله ما استلم، ولنا حقوق وحالنا حال الناس الباقيه. التعويضات هاي مال المهجرين الله وكيلك، لحد الان كل وجبه ينطولهم 50-100، والله نزلنا وجبه ووجبات ماكو، كل محافظه كل قضاء يطلب 2-3 والباقي ماكو. وبحسب محللين فإن عدم دخول مدن شمال وغربي العراق في مرحلة الإعمار والتأهيل جعلها تغرق أكثر في الفقر، ولم تعد القدرة على مغادرة المكان متاحة حتى لمن اتخذ القرار، فغياب الإعمار دفع أسعار العقارات وغيرها من الممتلكات إلى الانهيار، ولم يعد عرضها بأثمان بخسة مغريا للمشترين.